هل الكون محدد سلفا؟ هل المستقبل قد حدث بالفعل؟ وهل من الممكن أن يكون الماضي والحاضر والمستقبل مشفرين بالفعل في المخطط الكوني ونحن لا ندرك ذلك؟ وماذا لو أن مفاهيمنا التقليدية للوقت ليست جامدة كما نعتقد وأن الوقت غير موجود؟ عزيزي المشاهد، تخيل نفسك تنظر إلى سماء الليل الواسعة قماشد مملوء بعدد لا يحصى من النجوم، كل نقطة مضيئة هي لحظة من الماضي تم التقاطها في الكون منذ مليارات السنين. ولكن تخيل لو تمكننا من تحطيم حدود الزمن ونستطيع السفر فيه كيفما نشاء، وليس فقط للتأمل في الماضي كما نفعل الآن، ولكن لإلقاء نظرة أيضا على ما لم يحدث بعد، أي السفر للمستقبل. غريب أليس كذلك عزيزي المشاهد؟ فلربما لن تصدقني وقد تبدو هذه الفكرة وكأنها خيال علمي، ولكن الأفكار الثورية التي طرحها العالم ألبرت أينشتاين تشير إلى أن الزمن ليس تيارا خطيا غير متغير نختبره في حياتنا اليومية، أو بعبارة أخرى أن الزمن ليس له وثيرة معينة مثل ما شاهدنا في فيلم أنترستار الواقع بين النجوم. فنظرية النسبة لأينشتاين تشير إلى مفهوم أنه لا يوجد فرق جوهري بين المستقبل والحاضر والماضي، كما قلنا في حلقة هل الوقت مجرد وهم ستجدوها هنا أو في القناة. المهم، وهذا المفهوم المحير للعقل يرتبط بنظرية كتلة الكون المتنامية التي ترى الزمن ككتلة عملاقة رباعية الأبعاد غير متغيرة. ومن هذا المنظور كل لحظات الزمن الماضي والحاضر والمستقبل موجودة في وقت واحد. يا الله، ولكن هنا سوف تسألني عزيزي المشاهد كيف يمكن التوفيق بين هذا وبين حياتنا اليومية؟ ففي حياتنا اليومية كل الأمور تسير بالوقت ولا نستطيع الاستغناء عنه ولو ليوم واحد. سأجيبك عزيزي المشاهد، فقط انتظر قليلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزيزي المشاهد، ومرحبا بك في حلقة جديدة من حلقات المدفع. فإذا كنت أول مرة تشاهد فيديوهاتنا دعني أعرفك أولا بمحتوى القناة، فهو ببساطة محتوى علمي نبحث ونكتب ونلخص ونبسط لك المواضيع العلمية لتفهمها أنت عزيزي المشاهد. ولو أحببت دعم المحتوى الذي نقدم اضغط على زر سوبر تاكس الموجود على شكل قلب تحت الفيديو، وأن تقوم بإعجاب ومشاركة الحلقة مع أصدقائك لتصل إلى عدد أكثر من الناس وتستفيد منها إن شاء الله، ونستمر في إنشاء مثل هذه الحلقات. لنبدأ. فعلى مدار قرون عديدة أصبحنا نحن البشر جيدين جدا في كيفية تعلم قياس الوقت، وقد طورنا جميع أنواع الساعات من الشمسية والرملية والميكانيكية وحتى الذرية، مما جعلنا أفضل وأفضل في قياس الفاصل الزمني بين حدث وآخر بدقة مذهلة. ومع ذلك عزيزي المشاهد ما زلنا نناضل على مر العصور لنفهم حقا ما هو الوقت الفعلي، وليس لدينا بعد إجابة لهذا السؤال، لكن لدينا فهم أساسي معين للزمن كخصائص الوقت. وعلى سبيل المثال، نتفق جميعا على أن الساعات التي تعمل بشكل صحيح وتضبط جميعها بشكل صحيح سوف تحدد الوقت بنفس المعدل، لذا ستكون جميعها متزامنة مع بعضها البعض، أليس كذلك؟ وكما نتفق عزيزي المشاهد بشكل عام أن الأفراد الذين يقصون مدة حدث ما باستخدام ساعات تعمل بشكل صحيح مثل قياس المسابقات أو ما شابه، المهم سيحصلون على نفس الإجابة. فنحن جميعا متفقون على المدة التي يستغرقها حدوث شيء ما، أي أن الساعات مضبوطة ولا شك في هذا. وأيضا نحن جميعا متفقون بشكل عام على أن الأشياء تحدث في نفس اللحظة، ولكن الغريب هو ما سأقوله لك عزيزي المشاهد، فهذا الفهم التقليدي للوقت يتحدى الطبيعة الثابتة لسرعة الضوء. فوفقا لنظرية النسبية الخاصة أن الفوتون وهو الجسيم الأولي لأشعة الضوء والذي يسافر دائما بسرعة الضوء، فعند هذه السرعة الفوتون لا يختبر مرور الوقت، أي من منظور فوتون الزمن لا يتغير من نقطة انطلاقه حتى وصوله إلى وجهته، مما يعني أن الفوتون ينتقل من نقطة إلى أخرى دون الشعور بمرور الزمن. يا الله، غريب ليس كذلك؟ أي أن الماضي والمستقبل والحاضر كله أمامه. نعم عزيزي المشاهد، الماضي والحاضر والمستقبل كله أمامه ويشاهده بأعينه إذا كانت لديه. المهم، فما أقوله لك كله صحيح عزيزي المشاهد، وسوف أعطيك بعد دلائل تجريبية بعد قليل. ففي إطار النظرية النسبية الخاصة الزمن والمكان يرتبطان بشكل معقد، فكلما اقتربت سرعة الجسيم من سرعة يتباطأ الزمن بالنسبة له، وهذه الظاهرة تعرف بتمدد الزمن. ومع ذلك بالنسبة للفوتون الذي يسير بسرعة الضوء يصبح الزمن غير موجود، وهذا يعني أن الفوتون لا يختبر مرور الزمن كما قلنا. والدلائل التجريبية على هذا المفهوم تأتي من النظرية النسبية الخاصة لألبرت أينشتاين التي نشرها في عام 1905. النظرية تنص على أن سرعة الضوء في الفراغ
ثابتة ولا تتغير بغض النظر عن سرعة المصدر أو المراقب. فعندما يأتي تطبيق معادلة النسبية الخاصة على جسيمات تسير بسرعة الضوء نجد بعض النتائج الغير بديهية كتوقف الزمن. كمثال الزمن يتوقف بالنسبة للفوتون، وإذا كان بإمكاننا الركوب على الفوتون فإن كل الأحداث من انطلاقها حتى وصولها تحدث في نفس اللحظة. فأينشتاين كان قد قدم فهما جديدا للزمان والمكان موضحا أن الزمن ليس ثابتا وإنما يعتمد على سرعة الحركة. والعالم ريتشارد فاينمان الفيزيائي الحائز على جائزة نوبل استخدم هذه الفكرة بالضبط، فكرة الفوتونات، لفهم التفاعلات الكهرومغناطيسية على المستوى الكمي. وهناك أيضا بعض التطبيقات العملية التي نستخدمها في حياتنا اليومية مثل الأقمار الصناعية ونظام تحديد المواقع GPS تتطلب تصحيحات نسبية لحساب الفروقات الزمنية بسبب تمدد الزمن. والتلسكوبات الفلكية تعتمد على فهم سلوك الضوء عند السرعات العالية لتحليل الضوء القادم من النجوم والمجرات البعيدة. وكخلاصة الفوتون كجسيم يسير بسرعة الضوء يمثل تحديا لفهمنا التقليدي للزمن ومن خلال النسبية الخاصة، ونفهم أن الفوتون لا يختبر مرور الزمن مما يجعل تصورنا للزمن مختلف تماما عن تصوراتنا كبشر. فهذه الفكرة لها تأثيرات عميقة على الفيزياء وفهمنا للكون. فسرعة الضوء تخبرنا أيضا أن الساعات المضبوطة بشكل دقيق لا تتفق بشكل عام مع بعضها البعض. وهنا سوف تقول لي عزيزي المشاهد ماذا تقول وماذا تريد أن توصل لنا أيضا؟ فقط تابع ما يعزيزي المشاهد وسوف تفهم. تخبرنا سرعة الضوء أننا لا نتفق جميعا على ما يحدث في نفس اللحظة الزمنية، ولن نتفق جميعا على المدة التي يستغرقها حدوث شيء ما. غريب أليس كذلك عزيزي المشاهد؟ فهذا مغاير لكل ما كنا نعرف، ولكن هذا هو الصحيح وهذا هو ما تخبرنا به سرعة الضوء. فالوقت هنا ليس هو نفس الوقت أمام الثقب الأسود أو عند البلوغ 90% أو حتى 45% من سرعة الضوء كما قلنا في الفيديو القصير لمفارقة التوأم. وإليك تجربة فكرية رائعة، فكر في مثال بسيط لفهم كيف يمكن أن تكون تصوراتنا الآن ذاتية. تخيل أنك أنت وصديقك تشاهدان بثا مباشرا لمباراة كرة القدم، ولكن بدتك متأخر بدقيقة واحدة عن أصدقائك. فعلى الرغم من أن هدفا حاسما قد تم تسجيله بالفعل، وستلاحظ أن هذا الحدث يحدث في لحظات حاضر مختلفة، أليس كذلك؟ ودعنا نرفع هذا إلى مستوى كوني، نصعد فوق قليلا. تخيل أنك تسير في الشارع ومر بجانبك صديقك الذي يسير في الاتجاه المعاكس في تلك اللحظة بالضبط بعيدا في مجرة أندروميدا. ربما تكون حضارة فضائية متقدمة قد قررت ما إذا كانت ستشن أسطول غزو نحو الأرض. وهنا حيث تصبح الأمور مذهلة بفضل ما أشار إليه روجر بين روز مع مفارقة أندروميدا. بالنسبة لأحدهم ربما لم يقرر الفضائيون نبه ما إذا كانوا سيطلقون أسطولهم أم لا، ولكن بالنسبة للآخر قد يكون الأسطول في طريقه بالفعل. يبدو هذا مستحيلا، فكيف يمكن أن يكون مثل هذا التناقض في شيء يبدو أنه يجب أن يكون أمرا مهما؟ فهذا المثال يبدو عميقا عزيزي المشاهد، ولكي تفهمه بشكل جيد ضع في ذهنك أن حدث الأسطول الفضائي مثله مثل هدف حاسم. ولتبسيط الأمر أكثر، فحدث الأسطول الفضائي لن تشاهده إلا بعد مرور 2.5 مليون سنة، وحدث الهدف الحاسم لن تشاهده إلا بعد مرور دقيقة لأن البت متأخر بدقيقة كما قلنا. والآن نقوم بإزالة الوقت وتصبح الأحداث جميعها في لحظة واحدة ولا وجود للمستقبل والحاضر والماضي. يا الله. وكخلاصة هذه الأمثلة التي ذكرت لك تتمشى مع النسبية الخاصة والعامة لأربط أينشتاين. فهذه الأمثلة هي غريبة وممتعة في نفس الوقت، أليس كذلك؟ ولحسن الحظ يظل هذا السيناريو بمثابة تجربة، فإذا كان مثل هذه الكائنات الفضائية الافتراضية فإننا نأمل ألا يكون عدائي. ولكن هذا الاعتبار التأملي يقودنا مرة أخرى إلى الأثر العميق للنسبية التي تسلط الضوء على أن الوقت ليس ثابتا عالميا، يختبر بنفس الطريقة للجميع بل يختلف من شخص إلى آخر حسب مكانه وسرعته. فمجرة أندروميدا تبعد عنا 2.5 مليون سنة ضوئية، وهذا يعني أن الضوء القادم منها يستغرق 2.5 مليون سنة للوصول إلينا. وعندما ننظر إلى أندروميدا الآن نحن في الواقع نرى كيف كانت قبل 2.5 مليون سنة، لأن الضوء استغرق كل هذا الوقت للوصول إلينا. ولا يمكننا أن نعرف ما يحدث بالضبط في أندروميدا الآن، لأن أي شيء يحدث هنا لم نتمكن من رؤيته إلا بعد 2.5 مليون سنة. وإذا استطعنا بطريقة ما أن نسافر بسرعة لحظية عبر الثقوب الدودية أو ما شابه، المهم فإننا سنقوم بتحطيم حدود الزمن كما قلت في البداية، ويصبح حدث الأسطول الفضائي موجود، أليس كذلك؟ نحن فقط نمزح عزيزي المشاهد، نتمنى بإذن الله أن يكون غير موجود. فالجدل لا يدور حول ما يمكن رؤيته، بل يتعلق فقط بالأحداث التي يعتبرها المراقبون المختلفون تحدث في اللحظة الحالية. شعل 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 شعل
بحسب ما قلنا عزيزي المشاهد، نستنتج الآن أن الماضي والحاضر والمستقبل كلهم في لحظة معينة. فالمستقبل قد حدث بالفعل، وهذا التصور الذي قد يبدو غير بديهي ويفتح أبوابا جديدة لفهم الزمن والمكان. وإذا كان الزمن موجودا بأكمله في نقطة واحدة، فإن كل الأحداث سواء كانت من الماضي أو الحاضر أو المستقبل موجودة بالفعل ضمن نسيج الكون الثابت. في هذا السياق يمكن أن نتخيل الزمن كنوع من الأبعاد الإضافية التي يمكن النظر إليها من زاوية مختلفة، بدلا من تصور الزمن كتيار متدفق. فإننا يمكن أن نعتبره كجغرافيا متكاملة يمكن اكتشافها. يمكن أن يكون كل حدث في الزمن موجودا في مكان ما على هذه الخريطة الزمنية، وكلما سافرنا عبر هذه الخريطة الزمنية نمر بمواقع مختلفة على هذه الخريطة، أي أننا نشاهد الحاضر والماضي وحتى المستقبل. وهنا عزيزي المشاهد دعنا نطرح سؤالا مهما، فهو السؤال الأساسي للحلقة. فبعض الأسئلة التي نطرحها تكون مشوقة أكثر من الإجابة، أليس كذلك عزيزي المشاهد؟ المهم، فإذا كان المستقبل قد حدث بالفعل من منظور فيزيائي، فإن هذا يثير تساؤلات عميقة حول مفهوم الإرادة الحرة التي تحدثنا عنها بالتفصيل في الحلقة السابقة. فهل نحن بالفعل قادرون على اتخاذ قرارات حرة، أم أننا نسير على مسارات محددة سلفا بواسطة قوانين الكون؟ فهذا الإدراك يتحول بشكل طبيعي إلى مأزق فلسفي أعمق. فإذا كان المستقبل محدد مسبقا كما تقترح قوانين الفيزياء الثابتة التي تحكم عالمنا، فكيف يؤثر هذا على فهمنا للإرادة الحرة؟ هل نحن نعيش في فجر الزمن، أم أننا نمتلك الخيار الحقيقي لتشكيل مصائرنا؟ فتصبح عندها مسألة الإرادة الحرة أكثر حيرة. فعندما نفكر في خيارات تبدو بسيطة، تخيل تلقي عرضين للعمل في الوقت نفسه، قد يبدو اختيار أحدهما وكأنه قرار شخصي، ولكن الحتمية قد تجادل بأن هذا الاختيار كان لا مفر منه، فقد تم تحديده من خلال جميع تجاربك السابقة وتفضيلاتك التعليمية وعوامل أخرى لا حصر لها، وأن قرارتك ومسارات حياتك بأكملها ومجرد كشف لنص مكتوب منذ فترة طويلة بواسطة قوانين الكون. كما نقول في عادتنا أن هذا مكتوب ومقدر علينا ولا مفر منه، وأنا لا أتفق بتاتا مع هذا عزيزي المشاهد. نحن نتخذ قرارات واعية بناء على عملية تفكير خاصة بنا، وليست عملية متسلسلة من أحداث سابقة وليست خاصة بأي شخص. اتخاذ قرار شيء نختبره فقط على المستوى البشري وليس على المستوى الأساسي، لذلك نحن لا نبرئ من مسؤوليتنا. وربما ستقول لي هنا عزيزي المشاهد أنك تكذب العلم، والعلم هذا ما يقول وما قلت أنت بنفسك وشرحته في الحلقة. عزيزي المشاهد، ما يجعله ثابت في مكانه بدون أي ذرة شك شيء واحد، لا أقوم بدبج العلم مع الدين. لدي إرادتي الحرة وأنا أحاسب على إرادتي الحرة وعلى اختياراتي الخاصة، وهذه الميزة التي نتميز بها نحن البشر. فقط ما زال العلماء لا يعرفون كيف تعمل، مثلها مثل الطاقة المظلمة والمادة المظلمة والكثير. عزيزي المشاهد، فما زال إلى حد الآن لم يتوصلوا إلى إجابة واحدة موجهة عن كيف تعمل الإرادة الحرة. فهناك الكثير والعديد من الأشياء والأسئلة التي ما زالت غريبة عنا. والآن وصلنا إلى النهاية عزيزي المشاهد، ولكن بصراحة أريد أن أعرف رأيك حول مفهوم الإرادة الحرة بالنسبة لك أنت وليس تعريف أي شخص آخر. واترك رأيك تحت عزيزي المشاهد في التعليق لأراه، ولا تنسى مشاركة المقطع مع أصدقائك ووضع إعجاب ليصل إلى عدد أكبر من الناس. فبصراحة القناة هي بحاجة ماسة إلى دعمكم لنستمر في نشر مثل هذه الحلقات. مع السلامة عزيزي المشاهد، نلتقي في حلقة مقبلة.